مجموعة شباب الستين في الشرقية هنا بقالنا معتصمين 70 يوم، ده قاعدين في الديوان على أمل إن الدكتور عزازي علي عزازي يدينا حقوقنا اللي هي بتتمثل في التأشيرة الصريحة اللي ادهلنا السيد وكيل أول الوزارة. تم التعاقد معانا، بعد كده جينا له عشان يصور ينفذ هذه التأشيرة ولكنه رفض، ومماطلة رهيبة من الدكتور عزازي علي عزازي في حين اللي هو قال إن إحنا عيال ومش هنفذ لكم، وقال لرائد الجيش بالحرف الواحد للرائد الجيش الرائد الكابتن بهاء البيلي قال له إن أنتوا حبة إن هم حبة عيال وأنا معاند معاهم ومش هديهم حاجة. قلت له بالحرف يا فندم يعني العقودات موجودة في درجه؟ قال موجودة في درجه بس هو معلش مش هيديكوا العقود. قلت له ليه يا فندم؟ هو بيشغل الشبكات وبيشغل المحاجر وبيشغل بتعود فاقوس عشان احنا مش معانا واسطة. المهم في النهاية هو مش راضي يشغل وبيقول في النهاية ان هو مش هيشغلنا ومش عاوز يشغلنا. ليه ما اعرفش. تمام، وحضرتك مشكلتك ايه بقى؟ نفس النظام بيقول لحضرتك احنا عايزين فرصة عمل للجميع لان ظروف مريض صدري وعندي حساسيه في الالف وزمنه ويعد الغزلاغه في ظروفي والتهاب في العمود الفقري في تقارير كده ومش لاقيين حد ينصفني لا المحافظ ولا السكرتير. بدي تاشيره مزوره مش يعمل بالها من الاداره التعليميه. طب انت جوه المحافظه دلوقتي، طب انت مش بتقدم مشكلتك ليه؟ ما احنا قدمناها، ما مش راضيين مديني تاشيره السكرتير، بدي تاشيره مش صالحه ولا المحافظ راضي يقابلني. مشكلتك يا حاج؟ نعم. مشكلتك ايه؟ مشكله المعنى اعانه، بدنا نصرف. طب مش بتقابل المحافظ ليه؟ والله يا سياده المحافظ احنا مش عارفين نقابله ولا بنلاقيه. حضرتك مشكلتك؟ ما هي برضه نفس القصه الاعانه دي. مش عارف تقابل المحافظ برضه؟ ممكن اقول مشكله اخرى؟ عندك مشكله؟ النهارده ميعاد اللقاء. ايه مشكلتك؟ اللقاء بتاعه ميعاده النهارده، مش اداله اللقاء ولا بتاع ولا قابلنا. يعني هو اليوم اللي كل يوم ثلاث بيقابلنا فيه، احنا عايزين المحافظ اللي قابل منه، احنا بننادي ان المحافظ قابل منه يجي. في مشكله شاب تاني اسمه احمد رفاعي، الشاب ده عاوز مشكله ان هو ايه يحول مشكله تفاقم القمامه اللي موجوده هنا في المحافظه يحولها لمشروع استثماري اللي هو المخلفات البلاستيكيه. فايه اللي حصل؟ الشاب ده في بالبيت، المهم ان هو عاوز بس مجرد الترخيص وهم الشباب اللي هنا يعني يعملوها بجهود الذاتيه ولكنه مش عارف ياخد الترخيص. طيب هنروح لمشكله ثانيه. حد يروح يجيب حاجه ساعه لا مشكلتك يا فندم بتموت. مشكلتك حد يجيب عيال بتعرف انت فين ولا فين؟ تعال يا فندم. مشكلتك بسرعه الله يكرمك. مشكلتي السرعه، صلى على النبي يا عم. ايوه عايز الفلوس اللي خدها حسني مبارك فين؟ اتهربت. خلص مشكلتك قدام المحافظ ايه دلوقتي؟ طب ما انا بقول لك ده مشاكل مش مشكله. مشكلتك حضرتك مشاكل. طيب ايه هي؟ مشاكل مش مشكله. طيب حضرتك مشاكل سواقين، مشاكل تربيه وتعليم، مشاكل جامعه، كله بيعلف. طب انت مش عارف تقابل المحافظ ولا ايه؟ لا مش عارف اقابل، مش بقابل حد. مش بقابل حد. وفلوسنا العالمين جميعا جميعا مش بقابل حد يعمل حد. مشكلتك ايه يا حاجه؟ احنا مشكلتنا ان احنا عاوزين ينقذنا على شقه، احنا قاعدين في الشارع، البيت مهدود علينا وقاعدين في الشارع، بيت العيله مهدود عليه. ايه مش متقابلين النهارده الثلاثه؟ انا ولا راضي هقابل حد. فين هو؟ محدش راضي يقابلني. انا جيت هنا كذا مره، انا خريج 95. خريج ايه؟ خريج تجاره، دبلوم تجاره، تعليم متوسط. عايز اتوظف زي اي واحد، احصل على اي فرصه عمل. فجيت هنا حصلت من هنا، سياده المحافظ اداني يعني المدير بتاع سعادته اداني اكتر من كذا تاشيره. يعني كل ما اخد تاشيره اوصل بقى للنهايه والاخر يقول لي ايه التاشيره ديت مش نافعه. ليه المفروض يديك تاشيره تأشيرة التعاقد فورا مع المواطن. مشكلة كبيرة. تأشيرة التعاقد فورا مع المواطن. تمام. إنما هو بدي تأشيرة لمانع من إتاحة فرص عند وجود عقود. في نفس الوقت كان في ناس تانية بتشتغل، في نفس الوقت بدي عقود لناس تانية بتشتغل. مش قابلته ليه النهاردة؟ ما فيش حد حضرتك بيقابل. طيب حضرتك مشكلتك بقى؟ مشكلتي بنتي بقالها من 2005 قاعدة وقدمنا لها في التربية والتعليم على صنصة آداب. مش راضيين، كل عمال يجي ما يدخلوناش. دلوقتي عاوزة أدخلها في مشروع الموقف يعني زي ابوها، ابوها طلع المعاش عيان. هي من ابناء العاملين يعني. وانت عايزه تقابل المحافظ؟ طب مش قابلتيه ليه النهارده؟ ده 4 اشهر على كده، انا قابله فين؟ والله كل يوم نيجي نقول له مشكله عامه بخصوص التربيه والتعليم. كانت اتفتحت باب التظلمات بعد الثوره ما وصلت، قالوا نثبت العقود المؤقته. بعد تثبيت العقود المؤقته قالوا نفتح الباب اللي كانوا بيشتغلوا قبل كده وسابوا الشغل، فعملنا تظلمات. الناس دي كلها كم كبير جدا من التظلمات، والمحافظ سمح بكده، بقى يبعت لوكيل ادارته ابو كبير التعليميه، والراجل قلبه حان على الناس وعمل لهم طلبات وقبل التظلمات. طيب مش بعد ما انتشرت التظلمات اتقبلت وطلع نشر
10 باستلام العمل سلم ناس وناس لا، ونعمل على تأشيرات السيد المحافظ، والسيد المحافظ دلوقتي بعد بجازيه اداله 15 يوم جزاء ان هو قبل التظلمات دي. طب منين بتبعت للناس تظلمات او بتبعت تقبل تظلمات للناس بعد كده تبعت تقول احنا عايزين نفحص الورق والتظلمات؟ طيب مش قابلتوني هي دي اموال اتسرقت، ملايين اتسرقت وراحت راحت اسبانيا ولا راحت بلاد بره؟ دي ناس غالبا هيشتغلوا 110 في الشهر.